ودلوقتي ميعادنا مع الجزء الثاني، ازاي اعمل بقى تنسيق او ازاي اعمل خطه او ازاي اعمل اجتماع وانظم ليه من قبلها بكتير. برضو هنفتح زوم زي ما اتفقنا بالشكل ده، بفتح زوم بيفتح معايا كده. لما بيفتح طبعا انا مش هقول ميتنج ودخلنا فيها قبل كده في الجزء الاول، لكن هنا خلينا سكادجول ازاي اعمل خطه او خطه او خطه للاجتماع. اولا بيطلب مني اسمي الاجتماع اسم، فانا هسميه مثلا زوم ميتنج او زوم تريننج زي ما يعجبك. تمام، هسميه زوم تريننج لانه فعلا عن تدريب زوم. طيب الخطوه اللي بعد كده بيقول لي ديت، بتحدد التاريخ بتاعك هتعمله امتى، 30/9 ولا 1/10. خليه مثلا حدد اليوم من هنا 1/10، وبعد كده بنحدد الساعه من الساعه كام لكام. هنخليه من 11 بالليل يا شباب بي ام ولا اي ام زي ما انت شايف كده 11، ونخليه مثلا ل 11:30. تمام، يبقى احنا حددنا من 11 ل 11:30 بي ام برضو مش اي ام، اتاكدت انا من الزمن. ومن 11 ل 11:30 لو عايز لقبل كده مثلا ل 12، بس 12:30 هيبقى اي ام مثلا، او لغايه خلينا لغايه 12:30. اوكي 12:30 هيبقى اي ام اليوم اللي بعده. لازم هنا احدد الزون بتاعي، لازم اتاكد ان هو كايرو. بنزل على الزون كده بدوس عليها وبختار الزون بتاعتي لغايه ما الاقي كايرو. لو انت مش من مصر يبقى تظبط البلد بتاعتك، تشوف اختيار التوقيت بتاع بلدك كايرو زي ما هي زي ما عملنا كده. وبعد كده عايزه ريبيت قد ايه، كل يوم ولا الحصه دي كل اسبوع ولا الاجتماع ده شهري كل شهر على حسب. لو انت مثلا في مدرسه وعايز تعمله كل شهر ديلي، لا هخليه افري ويك. لو حصه مثلا اسبوعيه كل شهر ولا كل اسبوعين ولا كل شهر ولا كل سنه، خليه كل اسبوع مثلا اجتماع. عايزه يتكرر قد ايه ولا ينتهي امتى؟ لا ان شاء الله على طول، عايزه فوريفر وبعد كده بغير براحتك مش مشكله. عايز تستخدم اي دي لما حد يفتح يستخدم الاي دي ولا ما تخليه يفتح على طول؟ لا خليه الاي دي، يبقى ما يفتحش محدش يفتح غير اللي معاه الاي دي اللي هو الرقم ده اللي انت هتديه له او الرابط اللي انت هتبعته له. لو عايزه عام والناس كلها تدخل يبقى تخليه كده، خلينا بالاي دي. تمام ماشي. في الحالة دي هيطلب مني بوست كود زي ما انت شايف كده. After scheduling this meeting, the settings you change here will apply to all scheduled meeting in the personal meeting ID. بيقول لي بعد ما تخلي ده هيبقى في كل اي حاجة scheduled هيبقى فيها الرقم ده. اقول له اوكي ماشي. تمام. البوست كود، طبعا عايز بوست كود هخليه بوست كود واللي هو ده برضو، يعني هيبقى في اي دي وبوست كود. تمام، خلينا كده بالاي دي والبوست كود. بعد كده عايز حاجه مني تاني، الهوست فيديو. عايزك انت كمضيف، انت صاحب الاجتماع، عايز تبان في الفيديو، يبقى اشغل دي، مش عايز يبقى بلاش. طيب الاعضاء التانيين بارتيسيبانتس، تشغل لهم الفيديو، ممكن تشوفهم ويشوفوك وممكن لا تقفل عليهم النقطه دي. طب بالنسبه ل اد تو كالندر، طبعا انا عايز اد تو كالندر عشان يبقى في توقيت، ما انا حددت يوم وساعه، حددت الاجتماع امتى يوم ايه والساعه كام. طبعا هنا في ادفانسد حاجات تانية بيقول لك بتخلي enable waiting room، يعني تخلي الناس منتظراك قبل ما تدخل الاجتماع. اقول له يجوا يشرفوا. الهوست فيديو دي قلناها قبل كده. تمام، allow join before host، يعني تسمح لهم ان هم يدخلوا قبل ما تدخل. ماشي، قبليك انت كهوست. record meeting، تعمل تسجيل ليها اوتوماتيكالي. اوكي ماشي، يا ريت تعمل لي تسجيل لو مش عايز بتلغيها كده، عايز بعملها كده. طيب بعد كده add to calendar، تضيف الكلام ده للكالندر قلناها. طبعا انا كده خلصت الاسكادجول بتاعي ولا الخطه بتاعتي وعملت طبعا بعمل دن. بعمل دن بيبقى انا عملت اجتماع. الاجتماع ده عايز تنقله بالجيميل، تبعته للناس بالجيميل ولا بالياهو، انا لا عايز ده ولا ده. انا عايز هنا
الاجتماع والزوم تريننج، اسمه زوم تريننج، وهنا تدريب على الزوم، وهنا الرقم، وهنا البوست كود، تمام زي الفل. هنا بقى عايز اد تو كالندر، ضفناها. عايز انفايت، انا عايز انفايت دي، ممكن اعمل انفايت بالجيميل، ممكن بالياهو ميل، ممكن بالماسنجر، ادعو كل اصحابي على الماسنجر او اس ام اس مسج. وهنا انا بحب دي اللي هي كوبي تو كلوب كليب بورد، كوبي، بعمل كوبي تو كليب بورد واروح بيها النسخه دي، اروح انسخها في اي حته، تمام؟ يعني اخد الرابط ده وانسخه في اي حته انا عاوزها، تمام؟ زي مثلا وليكن في جوجل، وعند الرابط بتاع افتح جوجل او اي حاجه وبدوس كده وبقول بيست، فبيظهر عندهم، بيظهر عندهم ايه؟ ان الشخص ده بيدعوكوا لتدريب اسمه زوم تريننج، والرابط بتاعه اهو، فهم يدخلوا على الرابط اللي هو الاي دي بتاعه ده، وبمجرد ما يدخلوا معاهم الاي دي اهو ومعاهم البوست كود يقدروا يدخلوا على الرابط ويقدروا يتفعلوا زي ما قلنا في الجزء اللي قبل كده. ارجع له كده، نكون ازاي عملنا خطة، عملنا خطة، عملنا سكيدجول اسمه للميتنج بتاعنا، حددنا اسمه، حددنا تاريخه، حددنا كل حاجة. بالتوفيق وربنا معاكم. كان معاكم هاني منسي، قناة يوتيوب هاني منسي. جود باي، جود لك.